السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هستخدم برنامج باور بي اي الصبح، قد اختار الملف اللي انا عايز اتعامل معاه، ممكن اخليه تكست او سي اس في او اكس ام ال او اي امتداد بيحتوي في بعض البيانات. او ده مثلا جدولين اهمت، اقول له لود الجزء هنا، اقدر احط اي شكل من الاشكال ديت وابدا احط المعلومات اللي انا عايزها. يعني مثلا عايز احط الكاونتري، وعايز احط مثلا السالري مثلا هنا في الفاليو بالتكون بالشكل دوت. انا بقى هبقى الداتا دي بقى الجدول، اقدر اضيف جدول اخر واخليه يعمل عمليات حسابيه من هنا موديلنج. تقدر تقيس تيبل او تختار نيو كولوم مثلا عمود اهوت، وهقول له مثلا اجمع لي اطرح لي الاكسبيرينس من اكسبيرينس ان جولف، ها الاكسبيرينس ناقص، وافتح القوس اكسبيرينس ان جولف، هيبدأ يطرح او يعمل لي عملية حسابية. من هنا بلاقي بقى العلاقات بين الجداول، فأقدر مثلا أربط الجدول ده بجدول آخر من حيث إن في معلومة واحدة مكررة. مثلا الكاونتري مثلا هربطها هنا، فبيقول لي بقى نوع الربط، عايز ميني تو ميني، وان تو ميني، يعني ممكن يكون في عمود من هنا عايز أربطه عمود من هنا، أو عايز أربط الجدول كله ببعض، فبقول له أوكي، فبيبدأ يربط بحيث إن هنا عندي الكاونتري وعندي الكابيتال أو العاصمة. وهنا بقى نقدر ناخد مثلا من الجدول دوت، نقول له مثلا تحت الكاونتري هنحط لي العنصر التاني اللي هو العواصف. فلو انا جيت هنا قلت له انا عايز اروح النكست ليفل، فيبدا يجيب لي العواصم اللي موجوده اللي هي موجوده في الجدول التاني. ولو دوست على سوري اهوت يبدا يجيب لي العاصمه اللي موجوده جواها او المودل موجوده جواها بالشكل دوت.